كتلة أهل الهمة، شباب يبني، وطن ينهض. الفكرة الثانية for emergent properties of water contribute to earth stability for life. رح نشوف شو هي الخصائص الأربعة يلي حكينا من قبل عن سببها، اللي هي الهيدروجين بوندينج in أو between water molecules. شو هي هاي الخصائص؟ أول خاصية cohesive behavior، ثاني خاصية ability to moderate temperature، الخاصية الثالثة expansion upon freezing، والخاصية الرابعة versatility as a solvent. الخاصية الأولى cohesion of water molecules. cohesion يعني التماسك، طبعا بسبب الروابط الهيدروجينية بين جزيئات الماء، هذا الشيء بيخلي جزيئات الماء قريبة على بعضها البعض وبيخليها أكثر تماسك. طبعا طيب شو فائدة هذا الشيء؟ الفائدة الكوهيجن، خلينا نحكي فائدته بالنباتات. لما يكون في عنا تماسك في المادة، فهذا الشيء في النبات بيعمل على سحب أو تنقل الماء والdissolved nutrients، هي الغذاء الزائد، بيعمل على تنقل هذا الغذاء والماء عكس الجاذبية. طبعا الجاذبية لتحت، فهو بينقل الماء والdissolved nutrients من الروت الجذور إلى الأوراق النبات، تمام، عكس الجاذبية الأرضية، بدون انقطاع العمود. يعني بيضل العمود متصل من الماء والمواد المذابة. في خاصية ثانية اللي هي الأدهيجن. أدهيجن يعني تلاصق، هي تسلق مادة على أخرى. clinging يعني تسلق، clinging of one substance to another. فهون بيصير فينا تلاصق بين جزيئات الماء نفسها و جزيئات الـ cell wall of plants، يعني جدار الخلية أو جدار النبتة نفسها. أيضا فائدة الأدهيجن هو نفس الشيء، اللي هو بيساعد على تطلع المواد من الجذور وحتى الأوراق عكس الجاذبية الأرضية. خاصية مرتبطة بالكوهيجن اللي هي surface tension أو التوتر السطحي، وهي measure of how difficult it is to stretch or break the surface of a liquid. زي ما بالصورة، التوتر السطحي قديش، أو يعني هي مقياس لصعوبة كسر سطح معين. مثلا إذا جبنا كاسة وعبيناها للأخير للحفة تبعتها، رح نلاحظ وجود طبقة الماء، رح تتكون طبقة من الماء، رح يكون تفصل الطبقة اللي فوقيها اللي هي الهواء أو جزيئات الهواء، والطبقة تحتيها جزيئات الماء الأخرى، رح تكون طبقة متماسكة. فهذه هي ظاهرة التوتر السطحي. شو فائدة ظاهرة التوتر السطحي في الماء؟ ممكن الحيوانات أو الحشرات يستفيدوا منها بأنهم بالوقوف على سطح الماء أو حتى المشي على سطح الماء دون أن يكسروا، يعني بيصير زي سطح يتنقلوا عليه أو يمشوا عليه من غير ما يكسروا، من غير ما يغرقوا في الماء. تمام. الخاصية الأخرى أو الثانية للماء moderation of temperature by water. كيف يعني؟ يعني الماء بيعمل على modification للـ air temperature عن طريق absorption والـ releasing. متى بيعمل absorption؟ لما يكون بيمتص الحرارة من الهواء المحيط، لما يكون الهواء المحيط أكثر سخونة، يعني بيكون هواء دافئ، فبيعمل الماء على امتصاص الهواء الساخن، وهيك ببرد من الجو. العكس والعكس صحيح، لما يكون الهواء بارد فبيعمل الماء على اطلاق الهواء، او بيعمل الماء على اطلاق الحرارة المختزنة فيه. فهيك بيكون الماء عمل على تعديل درجة حرارة الجو. طيب خلينا نشوف في فرق. الفكرة بالموضوع انه الماء بيعمل هاي الخاصية
طبعا بدون ما يتغير درجة حرارته كثير. هيك بنحكي انه الماء له حرارة نوعية عالية، رح نحكي بالتفصيل عن حرارة نوعية لاحقا. هلا في عنا اشي لازم نفرق بينه، مصطلحين temperature والمصطلح الثاني heat. زي ما بنعرف اي مادة متحركة بتمتلك kinetic energy او طاقة متحركة، فالجزيئات المولكيولز والاتومز لهم ايضا طاقة متحركة، طاقة حركية، لانهم ببساطة بيتحركوا. كل ما زادت سرعة الجزيئات كل ما زادت سرعة الجزيئات بيكون الطاقة الحركية بتكون اعلى. تمام. هلا طبعا هون بحكي لنا انه the kinetic energy associated with the random movement of atoms or molecules is called thermal energy. الطاقة المرتبطة بحركة الذرات والجزيئات العشوائية بنسميها thermal energy. ليش؟ لانها بتنتج عنا حرارة. تمام. طيب نيجي شو يعني heat وشو يعني temperature. temperature هي مقياس الطاقة، بتعبر عن الـ average kinetic energy، يعني معدل الطاقة الحركية للجزيئات. تمام. هون الـ temperature، هون درجة الحرارة، لما نحكي احنا درجة حرارة ناخذ المعدل يعني بشكل المعدل للطاقة الحركية، فبغض النظر عن حجم المادة. بينما الهيت، هون الفرق في الهيت انه الهيت احنا بنحسب التوتال كاينتيك انرجي، فهون رح تتأثر الهيت، رح تتأثر بايش؟ بحجم المادة. كيف يعني؟ يعني احنا مثلا اجينا نقارن بين بركة سباحة ومثلا كاب اوف تي، يعني فنجان شاي. تمام. انو هون بيكون الهيت تبعه اكتر، اللي هو بركة السباحة. ليش؟ لان الفوليوم تبعتها اكبر. طيب اما بالنسبة للتمبريتشر، مثلا جبنا كاسين شاي، فهون منقيس درجة الحرارة بغض النظر عن الحجم، ما بيهمنا الحجم، منقيس عن نحكي مثلا درجة الحرارة تبعت الكاس الأولى أعلى من درجة الحرارة تبعت الكاس الثانية بغض النظر عن حجم كل كاسة. فهيك هي temperature. تمام. في هون قياسات بتهمنا بنقيس فيها الحرارة، وحدات قياس الحرارة. أول وحدة اللي هي خلينا نحكي السيليسيوس، اللي هي اول واحدة هي السيليسيوس، خلينا نحكي عنها. ثاني واحدة هي الكالوري. الكالوري هي طبعا بتقيس لي كمية الحرارة، amount of heat اللازمة لرفع درجة حرارة 1 جرام من الماء 1 درجة سيليسيوس. تمام. في عندنا كمان كيلو كالوري. الكيلو كالوري هي تساوي 1000 كالوري. طبعا الكيلو كالوري هي بتكون على الفود باكجز، يعني بتكون على أوعية الطعام بالكيلو كالوري بتكون. في عنا كمان الجول. 1 جول يساوي 239 بالألف كالوري، و 1 كالوري يساوي 4.184 بالألف جول. في عنا مفهوم آخر، Water's High Specific Heat. زي ما حكينا من سابقا إنه الحرارة أو الماء هي بتعمل زي بنك بخزن درجة الحرارة، بيعمل على التخزين أو امتصاص درجة الحرارة من الهواء الأكثر سخونة، وإطلاق إطلاق الحرارة إلى الهواء لما يكون أكثر برودة من الماء. لكن مع هذا فإنه درجة حرارة الماء ما بتتغير كثير حتى مع إطلاق وامتصاص الحرارة. كيف يعني؟ هذا الإشي يعود إلى الهاي سبيسيفيك هيت أو ووتر. شو يعني هاي سبيسيفيك هيت؟ هي قدرة الماء على إنها تثبت درجة حرارتها أو تقاوم التغير في درجة الحرارة.
فزي ما هون بحكي the specificity of a substance is defined as the amount of heat that must be absorbed or lost for 1 gram of that substance to change its temperature by 1 Celsius. يعني قديش كمية الحرارة يلي لازم يتم امتصاصها أو إطلاقها يعني أو طردها من 1 جرام من مادة معينة عشان تتغير درجة حرارة هاي المادة 1 سليسيوس ديجري. تمام. وبهذا الماء بيكون الحرارة النوعية أو specific heat إلو بتكون كتير عالية لأنه بدها درجة حرارة كبيرة حتى تغير 1 جرام منها يعني تطرد أو تمتص 1 درجة سليسيوس. طيب طبعا هذا الاشي للماء شو الفائدة للhigh specific heat of water؟ بتمنع fluctuation of temperature، فبالتالي بتحافظ على سطح الكرة الأرضية من تقلبات الحرارة الضارة. طيب نيجي ل أيضا مصطلح نتعرف عليه evaporative cooling اللي هو خلينا نحكي أول إشي شو يعني أصلا evaporation، هو التبخر. تمام. فباختصار ال evaporation أو evaporization هو التبخر. Molecules of any liquid stay close together because they are attracted to one another. تمام. Molecules moving fast enough to overcome these attractions can depart the liquid and enter the air as a gas. ما فهلا بصير في عنا تحول المادة من سائل إلى غاز لما الاتراكشن يعني لما الجزيئات تتغلب على الاتراكشنز اللي بينها، فهون بتصير المادة بتتحول لغاز. طبعا هذا الترانسفورميشن او التحول خلينا نحكي هو يسمى evaporization زي ما حكينا او evaporation. تمام. هلا خلينا نحكي ايش يعني الheat of vaporization. هي quantity of heat a liquid must absorb for 1 gram of it to be converted from the liquid to the gaseous state. Heat of vaporization هو كمية الحرارة يلي بيحتاجها أو لازم يكسبها السائل 1 جرام من السائل عشان يتحول من liquid لغاز. بحكي لنا إنه for the same reason that water has a high specific heat it also has a high heat of vaporization relative to most other liquids. يعني كمان الماء زي ما حرارتها نوعية عالية هي تمتلك حرارة عالية للتبخر، يعني مش بسهولة بتتبخر بالنسبة إذا بدنا نقارنها للسوائل الأخرى. فعشان نبخر 1 جرام من الووتر عند درجة حرارة 25 بلزمنا 580 كالوري of heat عشان تتبخر عشان يتم تبخر. طبعا السبب الحرارة العالية أو الحرارة العالية اللي لازم نتصل معه عشان يتحول لحالة غازية هي نفسها اللي هو الهيدروجين بوند يلي لازم تتكسر عشان تتحول المادة إلى غاز. تمام. هلأ نيجي للفائدة المكتسبة من هاي الظاهرة. لما يكون في عندك عشان الماء تتبخر بدها طاقة عالية أو درجة حرارة عالية، فهذا بيحافظ على يعني تعديل المناخ الأرض. It helps moderate Earth climate. تمام. كيف يعني؟ يعني observation